أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. تصاعدت حدة التظاهرات السلمية في العراق في الأيام الماضية ردا على تسويف الحكومة مطالب المتظاهرين ورفضا لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي التي وصفوها بحكومة المحاصصة والأحزاب. اللجنة المنظمة للتظاهرات تظاهرات ثورة تشرين رفضت حكومة الكاظمي جملة وتفصيلا، وأكدت أن تمريرها استهانة بإرادة الشعب العراقي وإمعان في تكرار التجارب الفاشلة التي جرت البلاد إلى الهاوية. هيئة علماء المسلمين في العراق أشارت إلى أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها ومصيرها الفشل، وأنها مررت بعد اتفاق أمريكي إيراني على استمرار العملية السياسية بعيدا عن مصالح الشعب العراقي. بينما وصفت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة أنه صفقة أمريكية إيرانية، في حين وصفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الكاظمي بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية وأنه لن يمنح العراق أي تقدم أو نجاح. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة دلالات استمرار التظاهرات في العراق وأبعادها وتداعياتها، خصوصا مع اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة ضد إرادة المتظاهرين. نشاهد هذا التقرير. بدأ ثوار تشرين إجراءات تصعيدية في حملة يحضر لها منذ أيام ردا على تسويف الحكومة مطالب المتظاهرين ورفضا لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي التي وصفوها بحكومة المحاصصة والأحزاب والميليشيات، مرددين هتافات تؤكد أن ثورة تشرين مستمرة حتى تحقيق أهدافها. قمعوا بينا قمعوا بينا ما تقمعونا نزيد، هاي ثورة وبعد ثورة واحنا واحدنا حديد. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين والتي رفضت حكومة الكاظمي جملة وتفصيلا أكدت أن تمرير الحكومة يعد استهانة بإرادة الشعب العراقي وإمعانا في تكرار التجارب الفاشلة التي جرت البلد إلى الهاوية. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها من حكومات العملية السياسية التي فرضها الاحتلال، وأن مصيرها الإخفاق في ظل هيمنة الميليشيات الموالية لإيران على القرار العراقي والتحكم بمفاصل مؤسسات الدولة، وأنها مررت بعد اتفاق أمريكي إيراني على استمرار العملية السياسية على وفق رؤية تحقيق أهداف الدولتين وتأمين مصالحهما على حساب العراق والعراقيين. وهذا ما أكدته الصحافة الفرنسية أن حكومة الكاظمي شكلت على وفق مبدأ المحاصصة ولم تحدث فرقا، مستبعدة حدوث تغيير كبير في العراق مع تمرير حكومة الكاظمي. أما اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي فقد وصفت تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة بأنه صفقة أمريكية إيرانية، وأن التشكيلة الوزارية ظهرت ناقصة كسابقاتها بسبب المحاصصة الطائفية وأظهر صراعات الأحزاب الفاسدة على المناصب والمكاسب. الكاظمي الذي وصفته صحيفة لوفيجارو الفرنسية بالجاسوس والمدعوم من الولايات المتحدة سيقود حكومة ناقصة في ظل النظام السياسي الحالي الذي لن يمنح الفرصة للبلد لتحقيق أي نجاح أو تقدم بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية. المعتصمون في ساحة التحرير قالوا إنهم يكتبون وصايا استشهادهم قبيل استئناف التظاهرات التي وصفوها بالمصيرية بعد تجاهل مطالبهم المشروعة ومواجهتها بشتى أنواع القمع والتشويه على يد الميليشيات وتحت مرأى ومسمع من السلطات الحكومية. وأكدوا أنهم ماضون في تظاهرات ثورة تشرين حتى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية وسلطة الأحزاب الحاكمة. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نسلط فيها دلالات استمرار التظاهرات ضد تمرير حكومة الكاظمي، وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. الدكتور عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي انضم معنا من عمان عبر سكايب. مرحبا بك دكتور عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبضيوفك وبمشاهديكم الأعزاء. حياك الله دكتور. وأرحب أيضا بالدكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات انضم معنا من بغداد عبر الهاتف. مرحبا بك دكتورة آلاء. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا بك. وأيضا سينضم معنا لاحقا السيد أحمد الجميلي الكاتب والصحفي
العراقي. إذن أبدأ معك دكتور عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي. دكتور عبد القادر، يعني دلالات استمرار التظاهرات في العراق، تظاهرات تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية وإسقاط أي حكومة تخرج من رحم هذه العملية السياسية التي لم تجلب للعراقيين بحسب كل التقارير الدولية وبحسب ما مصر عليه المتظاهرين في العراق وبحسب المؤشرات الموجودة فعلا في العراق منذ عام 2003، كيف تراقب استمرار هذه التظاهرات وتصاعد حدتها أيضا ضد تمرير حكومة الكاظمي؟ استمرار التظاهرات في العراق مؤشر إيجابي كبير على حيوية الشعب العراقي الذي يصر على انتزاع وطنه من هذه الأحزاب الفاسدة وميليشياتها وتبعياتها سواء لأمريكا أو لإيران. وبالتالي معلوم تماما أن الشعب العراقي معروف بمدى ثباته في هذه الأرض ومدى التصاقه بوطنه ودفاعه عنه، فهو يبذل الغالي والرخيص والنفيس من أجل حقيقة استعارة العراق. لذلك حقيقة عندما ترى أن هناك دماء زكية من المتظاهرين قد سالت على أرض الرافدين من أجل أن يتم استعارة العراق حرا شامخا أبيا تليدا، يمكن أن يؤسس لحياة ولنظام سياسي يؤسس لحياة كريمة لأبناء الشعب العراقي وفق معطيات حقيقية وبناء مؤسسات الدولة، لن تذهب سدى. ونحن نتكلم عن أكثر من 30 ألف جريح وأكثر من 4000 معاق، ووصل العدد حسب الإحصائيات الشعبية إلى 1000 شهيد، هم يقولون 700 شهيد. لذلك حقيقة كل الأعداد ليست بالهينة على الشعب العراقي عندما يفقد أولئك الشجعان الذين خرجوا بصدور عارية سلمية ينادون بعمل إسقاط العملية السياسية وانتزاع وطنهم واستعادة العراق لشعبه. لذلك ليس مستغربا الانطلاقة الثالثة للتظاهرات بهكذا قوة، لا سيما كانت التوقيتات مهمة تعبر عن ذكاء الشباب الثائر وساحات الاعتصام والتظاهرات في عموم العراق، لأنها جاءت بعد تنصيب وإعلان تكليف الكاظمي ومنح الثقة من برلمان الأحزاب الفاسدة لتتولد في العراق حكومة ناقصة ليس فيها اكتمال، والمحاصصة هي السبيل الذي شكلت فيه هذه الحكومة لتسير على منهج أولئك. وبالتالي الأحداث التي جرت على المتظاهرين يوم أمس في العاشر من هذا الشهر واضحة أن النهج هو فالقتل ارتفع، هناك 50 جريح في عموم التظاهرات من البصرة إلى بغداد، يدلل على أن الطبقة السياسية وأن هذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها، لا سيما أن الكاظمي كان يمثل العمود الفقري في قمع التظاهرات فيما مضى، ويعلم المتظاهرون ذلك جيدا. أرحب بدكتورة آلاء عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. دكتورة آلاء، 50 جريح، عمليات القتل مستمرة ضد المتظاهرين، يعني طبعا هذا الرقم يعني يضاف إلى الآلاف الذين سقطوا في التظاهرات منذ شهر تشرين. يعني تمرير حكومة الكاظمي الآن، يعني وصفها ثوار تشرين أنها حكومة محاصصة وأحزاب ولن تجلب خيرا للعراقيين وستكون يعني أنموذجا مشابها للحكومات التي سبقتها، كيف تصفين لنا سير التظاهرات وازدياد زخم التظاهرات؟ أولا أحب أحيي حضرتك وأحب أحيي قناة الرافدين ومشاهديك الكرام وضيوفك. بخصوص المظاهرات واستعادة زخم المظاهرات، نحن كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين، ثورتنا مستمرة منذ أول يوم لانطلاقها ولغاية الآن، يمكن تغير شكلها من انتفاضة ومظاهرات عارمة إلى اعتصامات سلمية بسبب ظروف جائحة الوباء اللي اجتاح البلد. ونحن كمنظمين للمظاهرات نشعر بمسؤوليتنا أمام جماهيرنا، فلا نتصرف كما تتصرف الأحزاب الحاكمة الغير مكترثة بصحة وبسلامة العراقيين، فتحولنا إلى معتصمين داخل الخيام لأجل الحفاظ قدر الإمكان
من على صحة المتظاهرين والحد من انتشار الوباء. لكن الثورة منذ اليوم الأول لانطلاقتها خرجت هدفها إسقاط عملية سياسية مريضة لمدة 17 عاما كانت تمسك المعول وتهدم بالمجتمع العراقي وبالدولة العراقية من أساسها إلى آخر يوم فات بالمحتل إلى العراق. هذه الأحزاب تناوبت على سلطة جائرة، تناوبت بأشكال القمع وأشكال الفتك وأشكال الأمراض وأشكال الهدم على شعب العراق وعلى الدولة العراقية، لا نخير أحدهم على الآخر. شخص الكاظمي طلع من رحم عملية سياسية موبوءة مريضة كما أسلفت، اتفق عليه الأشرار وكان ناتج لاتفاقهم وللمرة الأولى بتاريخهم السيء منذ 2003. لماذا يصر أو تصر الكتل السياسية على الاستهانة بمطالب المتظاهرين؟ لأنها كتل عميلة تخدم مصالح الأجنبي، لا هم لها لا بالشعب العراقي ولا بالدولة العراقية. هذه الكتل وهذه الأحزاب لا تشعر نهائيا بما يشعر به المواطن العراقي نهائيا. هذه عمليات الاستعراضات التي نراها أمام شاشات التلفزيون والكاميرا، زيارة مديرية التقاعد وما غيرها، هذه عبارة عن تمثيليات هزيلة. الشعب العراقي والمواطن العراقي أذكى بكثير من أن تقطع عليه هذه التمثيليات الرخيصة. إذا كان هذا الفيديو مسربا فكيف لرئيس جهاز مخابرات أن يسرب له تصوير بدون أن يشعر؟ وإذا كان فعلا حقيقيا والهدف منه إظهار تصرفه أمام الشعب العراقي، فالشعب العراقي يطلب أفعال ولا يريد هكذا مسرحيات سخيفة. أخي العزيز، أكبر دليل على الاستهانة بمطالب الشعب العراقي وانضياع هذا الشخص للأحزاب المتواجدة في المنطقة الخضراء واللي كل واحد منها يملك فصيل مسلح وميليشيا مسلحة هو إحالة الحكومة السابقة إلى التقاعد. كيف لحكومة مستقيلة أن تحال إلى التقاعد بدل من أن يسلمهم إلى القضاء يحيلهم إلى التقاعد؟ رأس الهرم في الحكومة السابقة هو المتهم الأساسي بعملية قتل المتظاهرين السلميين ومسؤول عن جرح 30,000 وإعاقة ما يقارب 5,000 مواطن. كل كابينته الحكومية متهمة. ابقي معنا دكتورة آلاء عبد اللطيف لو سمحتي. أعود إليك مرة أخرى دكتور عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي. اللجنة العليا للميثاق الوطني دكتور عبد القادر وصفت تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة أنها صفقة أمريكية إيرانية، يعني لماذا هي صفقة من وجهة نظركم؟ من المعلوم تماما أن العملية السياسية أسستها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا التأسيس هو لدفعها لأن تكون بيتا يلوم فيه جميع هؤلاء الخائنين لوطنهم من خارج العراق دون الاقتراض للشعب العراقي ولما لا أراده الشعب العراقي بعد الاحتلال. وبالتالي معلوم تماما أن الاحتلال يأتي بعملائه، يأتي بأتباعه بأدواته. فقبيل الاحتلال كان هناك تنسيقا واضحا تماما قاده أحمد الجلبي للتوافق إيراني أمريكي على حساب العراق في عملية دفع من تربى عند إيران من الميليشيات والأحزاب لتولي سلطة العراق، لأن الولايات المتحدة لم تكن تستطيع أن تجلب تشكيلات سياسية أو عسكرية داخل العراق من العراقيين أنفسهم. لذلك هذا البيت صمم على أساس نصف الباب، فالداخل العملية السياسية لابد أن ينحني شروط الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران ساعدت بذلك ودخلت العملية السياسية لترتيبها من الداخل وانحنت في هذا الباب من أجل ترتيب أدواتها، أقصد الأدوات الإيرانية في سيطرتها على مفاصل العملية السياسية للسيطرة على العراق واللعب والمساس من مقدراته الشعبية والاقتصادية والأمنية والسياسية. لذلك رأيتم
الهيمنة الكاملة لإيران على ملف السياسة والاقتصاد في العراق والأمن. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيس مجلس الحكومة تعاونت على التوافق مع إيران في تسهيل وتمرير الحكومات المتعاقبة. كانت هناك بعض الإشكالات التي قادتها دكتور إيران عبد القادر، فقط لو سمحت في نقطة ما، يعني الآن خلال هذه الأيام أو خلال هذه الأشهر التي مضت، يعني هناك تجاذب وهناك صراع أمريكي إيراني في المنطقة بحسب ما نرى في وسائل الإعلام، ولكن لماذا في العراق تحديدا نرى أن هناك يعني إجماع على أن ما يجري من تشكيل حكومات هو يجري باتفاق وتوافق أمريكي إيراني؟ لماذا مثلا إيران وأمريكا مختلفة في الكثير من النقاط، فقط في ما يتعلق بالعراق هي متفقتان ولديهما مصلحة مشتركة؟ اولا معلوم تماما الصراع على النفوذ مع النظام الايراني، والا فان الولايات المتحده استخدمت ايران طوال الفتره الماضيه في ان تكون بعبعا لدول المنطقه واثاره النعرات الداخليه حتى تلتجئ دول المنطقه الى امريكا، وبالتالي نجحت نجاحا باهرا في هذه القضيه، ورايتم ان الدول الخليجيه وغيرها تلتجئ الى امريكا لحمايتها من ايران. وصناعه هذا البعبع يعني حقيقه النظام الايراني ليس بقضية وليدة عشوائية، إنما هو مخطط له لهذه المرحلة. ومعلوم تماما أن الآن الدول العربية منشغلة بأمنها الداخلي بالصراعات الطائفية التي أحدثتها إيران بملفات ساخنة في اليمن في سوريا، ونسيت القضية الفلسطينية. إذن هناك مجمل قضية النفوذ على مستوى المنطقة. لذلك حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية علمت أن إيران تجاوزت خطوطها الحمراء في دول معينة كسوريا كاليمن كملفات أخرى، وانتفت الحاجة إليها. لكن إيران أيضا طامحة من لأن دستورها ونظامها يسعى إلى تصدير ولاية الفقيه في السيطرة على المنطقة العربية وإحكام سيطرتها السياسية والاقتصادية والاحتلالية الاستيطانية عليها. لذلك هنا الإشكالية مع الولايات المتحدة على النفوذ، وإلا فإن الولايات المتحدة أطلقت يد إيران لأن الولايات المتحدة تريد تدمير العراق ومشروع الاحتلال. لماذا لم يكن هناك مشروعا سياسيا للولايات المتحدة بعد الاحتلال؟ لأن المشروع هو مشروع تدميري. عقلية جورج بوش وعقلية المحافظين الأمريكان يعلمون تماما أن السيطرة على الشرق الأوسط والسيطرة على العراق، وهذا ليس الآن، هذا من 7000 عام من يريد أن يكون هو مسيطر على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط يسيطر على العراق. هذه قضية يعني عقدة مهمة تماما على مستوى كل الاحتلالات التي مر بها العراق. ولذلك أعلى وطن في العالم تم احتلاله هو العراق، 48 احتلال منذ ولادته. على هذا الأساس كان المشروع الأساسي في إعطاء الاتفاق مع إيران داخل العراق من جانب الولايات المتحدة هو للإمعان في تدميره. ولذلك إلى هذه اللحظة هو هناك ارتياح لتدمير العراق شعبيا اقتصاديا، وإلا ماذا تفسر أن هناك صوتا عراقيا موحدا في تظاهرات تشرين حقيقة قلب الطاولة على كل المشروع الإقليمي والدولي، وهو أصبح القوة الثالثة بين قوتين تدميريتين إيران والولايات المتحدة على العراق، ونسف الطائفية بكاملها لا يسمع عالميا. وكل دول العالم ترى حقية أنه ينبغي الجلوس والاستماع إلى ثوار ومتظاهرين ثورة تشرين، لأن الشعب العراقي يقف خلفهم ولأنهم يريدون بناء نظام سياسي وطني عادل يحفظ العراقيين كرامتهم ويعيد الاستقرار للمنطقة، لأنه لا زال مشروع التدمير مستمر. لكن هناك حقيقة يعني موجود فرصة التصادم على الهيمنة على النفوذ، هذه قضية موجودة، والعراقيون سيفاجئون لاعب الدول الأمريكي واللاعب الإقليمي الإيراني بثباتهم بقوتهم بتضحياتهم، لأنه هذا ما معهود بهم وسيستعيدون وطنهم في نهاية المطاف. نعم دكتورة إلا، بالعودة إليك، يعني تظاهرات تشرين منذ أن انطلقت نادت بخروج النفوذ الإيراني وخروج الأحزاب المنتمية إلى إيران والمدعومة إيرانيا، ولكن هنا التظاهرات طبعا قوبلت منذ أن انطلقت بالانتهاكات وبالاعتداءات وبإطلاق الرصاص الحي وكذلك بإطلاق الرصاص المخصص لصيد الحيوانات أجلكم الله. يعني هذا الأمر، يعني كيف ترين أو تتوقعين أن تكون الصورة وأنتم هناك يعني من ضمن اللجنة يعني المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كيف هي الصورة التي ستكون مع استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين ووجود النفوذ الإيراني فعليا على الأرض هناك؟ فقدنا الاتصال بالدكتورة آلاء، سنعود إلى الدكتورة أو الاتصال بها مرة أخرى. دكتورة آلاء عبد اللطيف،
إذا بالعودة إليك دكتور عبد القادر النايل، يعني كما هو معلوم يعني وجهت السؤال قبل قليل للدكتورة آلاء ولكننا فقدنا الاتصال بها، هناك نفوذ إيراني فعلي على أرض العراق متمثل بالميليشيات وبالأحزاب، وهناك عمليات إطلاق نار على المتظاهرين، وهناك شهداء يسقطون، وهناك جرحى طبعا، وفي الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، الظروف الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا وغيرها، والتي أثبتت الحكومات فشلا عن فشل في التعامل مع هذه الظروف. يعني الآن الصورة المتوقعة للتظاهرات، طبعا التظاهرات منذ أن انطلقت هي تظاهرات سلمية، الآن وفق ما يعني يستجد من معطيات، كيف تتوقع أن تكون هذه الصورة مع استمرار التجاهل الحكومي لمطالب مشروعة؟ المؤكد تماما أن التجاهل الحكومي هو تجاهل متعمد، لأنهم يعلمون تماما إذا أسس نظام سياسي حقيقي كما يريده الشعب العراقي وفي طليعتهم ثوار تشرين، مؤكد أنهم لن يبقوا في مكانهم، وبالتالي سيحاسبون وسيلاحقون بطريقة واضحة لأنهم متهمين، بل أدلة واضحة على الشعب العراقي حقيقة، وربما تكون المحاسبة شعبية أقصى حتى من عملية المحاسبة قضائيا. لذلك هم يعلمون تماما أنهم ليسوا يتجاهلون، بل يخططون لكيفية القضاء على ثورة تشرين، وهذا هو ديدنهم منذ اللحظة الأولى. أما ما يخص تظاهرات ثورة تشرين، من المؤكد أنها قوية، وأن انطلاقتها يوم أمس هي الانطلاقة الثالثة، ما بعد كانت يوم 1/10 ثم 25 تشرين كانت الانطلاقة المؤسسة الثانية القوية، واليوم بعد حقيقة ثبات الرؤية للعراقيين جميعا أن هؤلاء مستمرون في عملية عدم تلبية المطالب العراقية وعدم الاكتراث للواقع العراقي. العراق حقيقة يعيش في حالة مزرية كبيرة، وبالتالي المتضرر الأول هو الشعب العراقي، انهيار أمني، وقبل الانهيار الأمني هناك انهيار اقتصادي. وأنا أقول حقيقة بمرارة أن الجوع سيجتاح العراقيين في الأشهر القادمة بسبب هذه السياسات التخبطية، فضلا على أن هناك نقص كبير في عملية السيولة المالية، وهناك ارتفاع حاصل نتيجة النتائج الاقتصادية الفاشلة لهذه الحكومة والحكومات السابقة، لأنها تسير في نفس النهج، يعني هو تتبدل الوجوه لكن النظام السياسي نظام فاسد يسرق أموال العراقيين، فاسد إداريا، لا يمتلك أي رؤية في انتشال العراق، يبحث عن مصالح إيران، مصالح أدوات إيران لتزويد المال العراقي لهم على حساب الشعب العراقي. لذلك السياسة ثابتة لهذه العملية السياسية في التدهور الاقتصادي. لذلك ما سنشهده حقيقة في قادم الأيام سيكون قاسيا على الشعب العراقي، وهذا أيضا سيدفع العراقيون لأن تكون دماء جديدة ودماء قوية لثورة تشرين وتظاهراتها القادمة، لأن هناك تضرر حقيقي، فضلا على أننا سنستقبل الصيف بلا كهرباء، مؤكد هذه القضية، وبالتالي ستكون دافع أكثر للشعب العراقي أن ينصف وأن يخرج وأن يؤازر، لأن الحل الحقيقي هو بتطلعات وانتصار ثورة تشرين لانتزاع الوطن من سراقه ومن أحزابه. على هذا الأساس فإن الانطلاقة الثالثة التي بدأت يوم أمس للتظاهرات ستكون شديدة وقوية من خلال الأفعال والإجراءات التي يريدها المتظاهرون، وقد رأيتم طليعتها وهي محاصرات الحكومات المحلية في المحافظات، الاعتصام، غلق المقار الميليشياوية، وحقيقة طرد بطريقة ثورية واضحة تماما كل الحكومات المحلية وأدواتها والمفسدين، وبالتالي تطويق المنازل أعضاء البرلمان الفاسدين والأحزاب بطريقة واضحة تماما، وهم توحدوا في وحدة حقيقية ضد كل أدوات الميليشيات والأحزاب ومقراتهم بطريقة واضحة. إذن ما بعد رمضان هذه التحضيرات كلها ستكون شديدة ما بعد رمضان، لأن هناك انطلاقة تؤسس لتظاهرات عارمة ستجتاح العراق، لا سيما أن الفشل بدأ بحكومة الكاظمي واضح تماما، هو زار مديرية التقاعد حقيقة، وهنا حقيقة يعني سؤال استغرابي، عندما فاز نور المالكي أيضا أول زيارة له كانت لدائرة التقاعد، وعندما فاز العبادي أول زيارة لدائرة التقاعد، وعندما فاز الكاظمي ذهب في أول زيارة إلى دائرة التقاعد، والفاسد الذي يدير دائرة التقاعد هو ذاته من 2003 إلى 2020 في يومنا هذا، ولم تحل أي مشكلة للمتقاعدين وظروفهم الاستثنائية الذين خدموا البلد طوال فترة طويلة تماما، وهذا هو استهداف كبير، ستتضرر شرائح أخرى من هذه القضية
بطريقه واضحه، وبالتالي ستكون شريان اخر يصب في ثوره تشرين وفي التظاهرات القادمه، وبالتالي ستكون عنوان مزلزل لاسقاط هذه الحكومه الفاشله التي تدعي زورا وبهتانا انها تريد اطلاق سراح المتظاهرين وتتناسى 3000 امراه موجوده في سجن الفيصليه في محافظه نينوى وفيهن من الاعمار من ال 65 الى 75 دون ان تخجل وان تستحي في الضغط على الميليشيات التي تحتجزهم من اجل اطلاق سراحهم. طبعا زيارات مديريه التقاعد هذه تحمل اشارات على ان هذه الحكومه تحاول مثل ما يعني وصف الدكتور عبد القادر النايل، تحاول ابداء انها يعني طوق انقاذ للعراقيين، في حين ان الشعب العراقي هو شعب غني بنفطه وبلد غني بموارده، ولكن هذه الحكومات منذ عام 2003 والى الان لن تقدم شيئا للشعب العراقي. دكتورة آلاء، يعني السياسة يبدو أنها ثابتة، جميع الحكومات التي تتوالى منذ عام 2003 يعني تحمل نفس السلوكيات تجاه الشعب العراقي. ما سنشهده في قادم الأيام يتوقعه الدكتور عبد القادر النايل أنها أيام قاسية بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وإلى الواقع الأمني وهذه الاعتداءات التي ترتكب ضد المتظاهرين. يعني هل تتوقعين أو أنتم أيضا ضمن صفوف المتظاهرين ممكن أن تزداد زخم التظاهرات نتيجة هذه المعطيات وهذه الظروف وهذه السلوكيات الحكومية تجاه المتظاهرين؟ نعم، أول شيء أنا أحب أحيي الزميل الدكتور عبد القادر وأؤيد كلامه جملة وتفصيلا. بالنسبة لسياسات هذه الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولغاية الآن اتفقت على الفشل، لا تعرف غير الفشل هذه الحكومات، تخطط للفشل وتنفذ الفشل، والمهم عندها ان تطلع وجيوبها مليئه بالاموال الشعب العراقي. بالنسبه لدائره التقاعد، دائره التقاعد يمكن الدائره الوحيده اللي ما تكلف ميزانيه الدوله، لانه هذه الرواتب التقاعديه هي من صندوق التقاعد اللي الموظف طيل خدمته بالدوله هو يدفع استحقاقاته لصندوق التقاعد على حساب انه تسترد فتره احالته الى التقاعد. يمكن ميزانيه الدوله فقط تسنده ب 10 الى 15%. بالحقيقه هذه الدائره ربما تكون قد استولت عليها المسؤولين على اموالها المسؤولين بالحكومات السابقه، ولهذا نرى التردد باطلاق صرف رواتب المتقاعدين. يعني هذه ليست منا من احد، هذا استحقاقاته، هذا المواطن اللي احيل الى التقاعد صرف عصاره شبابه في خدمه الدوله العراقيه، وهذا استحقاقه، مو منا من شخص ان يجي يصرف له معاش التقاعدي. ثاني شيء احب انوه انه مدير عام دائره التقاعد حاله حال كثير من المدراء العامين، مثل سيده مدير عام الموازنه في وزاره الماليه اللي بين قوسين يطلقون عليها الشباب العراقيين محكومين مؤبد بالوظيفه هذول بالمنصب. تغيرت حكومات ولم يتم تغييرهم، دليل على انه هذول متعاونين ومتواطئين مع الحكومات اللي ودورهم في اداء وهجومهم الخبيث ولا حكومه تقدر تستغني عنه. نحن كلجنه منظمه للمظاهرات احب اوصل للمشاهدين الكرام انه نحن قدر الامكان نحاول ان نهدئ من روع شبابنا ونقول لهم بس انتظروا الوباء ينحسر ونطلع، ما عندنا قدره صراحه على السيطره عليهم، ماذا يقبلون ينتظرون ولا ساعه، يريدون يطلعون يوم قبل بكره مثل ما يقولون. نحن كل اللي نعمله بنهيئ لأرضية لانطلاقة جديدة، هذه الانطلاقة راح تكون جامحة بكل معنى الكلمة، لأن هذه الحكومات وهذه الأحزاب وميليشياتها استهترت لأبعد الحدود. لغاية البارحة الكل شهدت ما جرى بالبصرة، والكل شهدت ما جرى بالناصرية من عمليات اغتيال، من عمليات قمع، من عمليات استخدام سلاح ممنهج خارج إطار الدولة ضد متظاهرين ومعتصمين سلميين. إذا هذه الحكومة لا تأبه، مجرد شعارات ومجرد حديث، هذه عبارة عن ورقة ضغط
استخدمت لأجل كبح الانتفاضة برفعها لشعارات أساسا هي لا تؤمن بها ولا تعرف كيف تنفذها. اللي يريد الإصلاح واللي يريد فعلا مصلحة الشعب يبدأ بالفعل ولا يلجأ إلى الأقوال وإلى التمثيليات السخيفة. أين هم حكومة عادل عبد المهدي المتهمين بالضلوع بقتل المتظاهرين؟ أين هم؟ أحيلوا على التقاعد، هل هذا هو الرد للشعب العراقي؟ طيب هذا السؤال نتحول به إلى الدكتور عبد القادر النايل، أين هم المتهمون بقتل المتظاهرين دكتور عبد القادر النايل؟ حقيقة أجابت الفاضلة الدكتورة آلاء عبد اللطيف ومن خلالها تحية لها ولكل نساء العراق الذين وقفنا مع الوطن، وكانت حقيقة بنات الوطن لهن بصمة كبيرة في تظاهرات تشرين، والذي حقيقة سيسجل التاريخ وقفتهن بمداد من نور وبأحرف ناصعة للأجيال القادمة لما بذلوه من موقف حقيقي في تظاهرات ثورة تشرين وفي وقفتهن في استعادة العراق من تلك الأحزاب الفاسدة، مع أن هناك ظلما كبيرا وأن هناك استهدافا وأن هؤلاء الذين يحكمون في السلطات الحكومية لا يمتلكون المروءة، فقد استهدفوا نساء العراق بطريقة واضحة تماما. لذلك حقيقة معلوم تماما أن هؤلاء هم مشتركون بنظام ثابت منذ 2003 في عملية الفساد والفشل الذي أشارت إليه الفاضلة، ولذلك حقيقة كيف يمكن أن يحاسبوا أنفسهم؟ فهم كتلة من الفشل والقتل والإجرام بحق الشعب العراقي. هذه الكتلة متكاملة الأركان، الشخوص فيها كلهم يعملون على وفق الأدوات وتوزيع المراكز والمهام، لأن اللاعب الرئيسي الذي يحركهم كحقيقة يحركهم هو إيران، وبالتالي أمريكا ترى كيف هؤلاء يمعنون في إجرامهم، لذلك يمنحون المناصب. لذلك هم حقيقة كلهم مشتركون في عملية قتل وسفك دماء الشعب العراقي منذ 2003، وإلا كثير من الأمور، ما الذي جرى لإجرام المالكي يوم ارتكب مجزرة النجف ومجزرة الأنبار ومجزرة الحويجة وقتل شباب 25 إشباط في عام 2011 في 50 مدينة، ما الذي جرى له؟ بل لا يسمح بإقامة دعوى قضائية عليهم في القضاء. كل التظاهرات دكتور، كل التظاهرات التي يعني تطالب بإسقاط العملية السياسية نرى أنها يعني تقابل بالنار وبإطلاق الرصاص وبالقمع. يعني منذ عام 2003 وإلى الآن عملية سياسية مدعومة أمريكيا، ولكن العالم كيف ينظر إلى حكومات العراق المتوالية؟ والعالم كله ينظر إلى أن البنى التحتية للعراق قد دمرت وليس هناك أي بناء وأي تقدم وأي نجاح، حتى أن المتوقع من تمرير حكومة الكاظمي بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية أنها لن تقدم أي نجاح للعراقيين. نرى أن هناك مؤشرات وأن العالم ينظر بالسلبية تجاه هذه الحكومات. كيف تنظر إلى الدعم الدولي، دعم المجتمع الدولي للحكومات في العراق والتي تخرج من رحم العملية السياسية المنشأة أمريكيا؟ معلوم تماما أن الدعم الدولي حقيقة ينحصر، لأن الولايات المتحدة من تطلب دعم العملية السياسية، لأن بعد فشلها واتضاح كذبها باحتلال العراق بأنه خطر على العالم وأنه يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه يدعم الإرهاب باءت بالفشل. فبالتالي حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية سوقت أنهم جاءوا بديمقراطية العملية السياسية وهي نظام المحاصصة، ولا أعلم ما علاقة الديمقراطية بنظام المحاصصة العرقية والطائفية والقومية المبني على الدكتاتورية. لذلك هي قمعت كل الحريات، والعالم يرى أن هذه الحكومات تقمع الحريات، ومؤشر تذييل العراق في قائمة الدول التي ليس فيها حريات واضح، وصل إلى مرتبة 162 على مستوى العالم. لذلك الكل يجمع منذ أيام حقيقة انهيار العراق، قالوا أن السياسات الموجودة ضمن العملية السياسية لا يمكن أن تؤسس للعراق، وأن الفشل الأمني سيبقى مستمر، واليوم الفشل الاقتصادي أصبح واضحا والعراق بلد منهار بالكامل. الحكومات حقيقة تدعم بطريقة النظام الرسمي على خجل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضغط الولايات المتحدة على بعض الأنظمة العربية، وإلا ليس هناك حقيقة قناعة مطلقة لا تمثل حتى 1% لدى كل الأنظمة الموجودة في المنطقة وفي العالم في
في العملية السياسية، والكل يعلم أنها وصلت إلى الانغلاق السياسي والانسداد الكامل الذي لا يمكن إصلاحه إلا بقلعه وتأسيس نظام حقيقي. والكل أصبح يعلم أن الشعب العراقي أنظمة وشعوبا ومؤسسات إعلامية وحقوقية وقانونية، أن الشعب العراقي ضد العملية السياسية ويريد نظاما سياسيا وطنيا عادلا يراعي حقوق الإنسان يعتمد على سيادة بلده. والكل الآن على مستوى صحفيين بسطاء عندما نتحاور معهم يعلمون أن المهيمن على العملية السياسية في العراق هي إيران وأدواتها، وأن هؤلاء يعملون لصالح إيران وليسوا حتى يعملون لأي جزء من صالح العراق، ويعلمون لا وجود لانتخابات حرة في العراق. لذلك حقيقة عندما سمعوا من اللجان المنظمة ومن الثوار ومن المتظاهرين وشاهدوا أنهم يطالبون بنظام سياسي بقانون انتخابات عادل، إذن هؤلاء يمتلكون الآلية في بناء نظام سياسي عادل على مستوى العراق. هذا النظام حقيقي يمثل، لأن العراقيين يمتلكون هذه الخبرة. لذلك العالم مجمع على أن هذه الحكومة هي امتداد للفشل، وأن العراق يمر بمنعطف مهم. ويعني أزيدك معلومة مهمة، الكل يقتنع أن حكومة الكاظمة دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية فقط لتسيير اتفاقية أمنية استراتيجية جديدة في شهر حزيران توقع في شهر تموز، حول بقاء القواعد الرئيسية الأمريكية في العراق، قاعدة حي الأسد وقاعدة حرير لاستخدامهما على مستوى الشرق الأوسط لا على مستوى العراق فحسب. فهذه مهمة وأساسية. نعم، إذن مصالح الشعب العراقي الحقيقية هي غائبة عن كل ما يجري على الساحة في العراق في ضوء هذه الاتفاقيات الأمريكية الإيرانية، حتى في تشكيل أو فرض نظام سياسي في العراق وفق هذه المصالح الدولية والإقليمية. دكتورة آلاء، يعني كيف ينظر المتظاهرون إلى مصالحهم الضائعة في ظل هذه التوافقات الأمريكية الإيرانية في العراق؟ أخي العزيز، نحن نعرف بشكل جيد جدا أن هناك اتفاقات خفية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، والدليل بذلك أنه تم منح العراق مهلة شهر في البداية لاستيراد الطاقة الكهربائية أو الطاقات النفطية من إيران، وتم تمديدها إلى 3 أشهر إضافية. هذه كلها عبارة عن أوراق ضغط لأجل المفاوضات التي تجري سرا ما بين إيران وما بين أمريكا. في الحقيقة أمريكا عليها التزام أخلاقي أمام المجتمع الدولي أنها أخطأت خطأ جسيما بحق الشعب العراقي طيلة هذه 17 عاما، وأن هذه النفايات التي جلبتها لحكم العراق هي الوحيدة الملزمة بإخراجه بأي طريقة كانت. هي مجتمع نعم دكتورة، هي مجتمع الشعب العراقي دفع ما دفع من تضحيات، خسرنا ثلث أراضينا بسبب استهتار أمريكا واستهتار إيران وعمالة الطغمة الحاكمة في العراق. شبابنا، مؤسسات الدولة، ما يقارب 3 مليون شهيد من 2003 ولغاية الآن، مدن هدمت ولا زالت نصف سكانها تحت الأنقاض، الجنوب العراقي اجتياحة بثقافات غريبة عن أصوله وعن نوعيته كشعب، تم هدم المنظومة المجتمعية بالكامل. نحن شعب وسطي متحاب عايشين بكل أطيافنا وبكل قومياتنا، لا نملك هذا التطرف، جلبت التطرف الشديد إلى أراضينا. نحن كثوار عزمنا أن نستعيد الوطن إلى أبناء العراقيين، وإلى الاستمرار بمسيرتنا الحضارية وقيادة العراق كما كان العالم يعهده سابقا باعتبار صانع للحضارات ومهد للإنسانية. إذن ولا حول إلى بوتنا قبل تحقيق الثورة لغايات. المتظاهرون في العراق يعتبرون أن تمرير حكومة الكاظمي إمعان في تكرار التجارب الفاشلة التي جرت العراق إلى الهاوية، يعني الهاوية الاقتصادية، الهاوية الأمنية، المعيشية، يعني الحالة النفسية للمواطن العراقي التي تسوء.
يوما بعد يوم منذ عام 2003 إلى الآن، ليس هناك شعور بالأمان. الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، البنى المحطمة، الحرائق هنا وهناك في المصانع والمعامل، ما أن يعني يتم الالتفات إليها بأنها بدأت تعمل. يعني هناك قتل اقتصادي وهناك قتل إنساني في العراق دكتور عبد القادر النايل، بالإضافة إلى قتل الكلمة والصوت، الكلمة الحرة. يعني قبل الاحتلال كانوا دائما ما يقولون إن العراق الآن سيتم نقل الديمقراطية فيه وسيكون هناك حرية في التعبير عن الرأي. الآن من خلال ما يجري للمتظاهرين السلميين من عمليات القتل وإبادة، كيف ينظر العالم إلى هذا العري إن صح التعبير الأمريكي تجاه العالم؟ الحديث يعني بشيء بينما الواقع هو شيء آخر. يعني بفضل ثورة تشرين وكشفها لملامح ما جرى في العراق، وحقيقة بشكل واضح وصوتهم العالي الذي أسمع حتى من في القبور، اعترف ترامب علانية أن أكبر خطأ استراتيجي أقدمت عليه أمريكا منذ تأسيسها واحتلال العراق. هذا الاعتراف واضح تماما على ما يجري من وصف لحال العراقيين وما وصلت إليه الأمور بعد 17 عاما، وموقف المجتمع الدولي مما يجري من هذا العلو والتصميم على بقاء العملية السياسية الحالية. والكل يعلم أن نهاية كل عمل سياسي احتلالي سينهار على حقيقة بأيادي العراقيين، والعملية السياسية ستنهار، أقولها بصراحة، وأنا مطمئن تماما أن الشعب العراقي ستنهار على يديه الكريمة وعلى أبطال ثورة تشرين مهما كانت الظروف القادمة ومهما كانت. يعني هم حاولوا بجانحة كورونا أن ينهون التظاهرات ولم يستطيعوا، والآن الكاظمي في معلوماتنا الدقيقة يجنح ليلا نهارا في التخطيط لإنهاء التظاهرات بأي شكل من الأشكال ضمن توصيات إيرانية، لذلك مستغلا علاقته مع الولايات المتحدة وتوقيع الاتفاقية القادمة، ولم ينجح في هذه القضية. المتظاهرون العراقيون والعراقيون الشعب العراقي مؤمنين أن هذه العملية السياسية ينبغي أن تنتهي، وستنتهي هذه العملية السياسية في تاريخ العراق، لذلك وحتى دول الاحتلال تعي هذه القضية وستفتح حوارات في المستقبل مع أطياف كثيرة من الشباب ومن شرائح المجتمع العراقي ومن المتظاهرين بغية التحضيرات لما بعد العملية السياسية في العراق بشكل واضح تماما. لذلك حقيقة هذه الحكومة والحكومات تمعن في إيذاء العراقيين بشكل واضح. يعني اليوم تفكر هذه الحكومة في عملية فتح المعابر الحدودية مع إيران فقط. لماذا؟ والشعب العراقي يستطيع الاعتماد على نفسه، وقد رأى العالم والشعب العراقي أنفسهم، ولقد رأيتم أنتم في وسائل الإعلام كرصد للحالة العراقية كيف استطاع المزارع العراقي بنفسه أن ينتج قمحا وحنطة وماء وخضار ما يفوق سد حاجة العراق واكتفائه الذاتي. والكل يعلم أن وزارة الزراعة العراقية لا قيمة لها في دعم الفلاح العراقي، بما معنى أن الجهود العراقية الذاتية استطاعت أن تصنع سلة غذاء يمكن أن تؤمن الأمن الغذائي للشعب العراقي، لكن ذهبوا إلى إحراقها لأنهم لا يريدون. المشكلة الآن ليست فقط في إيذاء العملية السياسية وتحكمها وتصرفها في موارد العراق الاقتصادية والسياسية، المشكلة أن هذه العملية السياسية تنتقم من الشعب العراقي، والشعب العراقي لو حقيقة يسلم من انتقام ومن استهداف ومنهج للحكومة بشكل شخصي عليه، لربما كانت هناك حلول ذاتية الشعب العراقي يقدم عليها بطريقة واضحة من أجل التآزر فيما بينهم. والعراقيون يتآزرون فيما بينهم، وهذه قضية معلومة. وفشل، أقولها بصراحة اليوم، فشل المشروع الطائفي في العراق، فشل مشروع تقسيم العراق على يد من؟ على يد الشعب العراقي الذي تحمل إثارة الطائفية وتحمل القتل الممنهج وتحمل المشاريع الطائفية وتحمل التخندقات وتحمل حقيقة غياب الوعي عنه بطريقة واضحة وإعلام مؤدلج، كله تكسر على ثبات العراقيين الذين يصممون على انتزاع وطنهم، والأمل معقود بتظاهراتهم التي سيلتف الشعب العراقي حولها، والتالي الوحيدة ما بين كل الحركات والأطياف أن الشعب العراقي موحد بسنته، بشيعته، بمسيحيه، بأفراده، بآشوريه، بكلدانه، بصابيته خلف التظاهرات بشكل عجيب وبشكل يعني كبير وواسع يمثل حقيقة أكثر من 90%. نعم دكتورة ألا، الآن الأمل معقود بتظاهرات تنقذ العراق من المآسي التي يعيشها؟
يعني أنتم كمتظاهرين في اللجنة المنظمة للتظاهرات، من خلال يعني نظرة العالم والمجتمع الدولي إليكم، يعني كانت التظاهرات ولا زالت نموذجا يحتذى به في تظاهرات سلمية مطالبة بحق مشروع. زخم التظاهرات مستمر ومتواصل. الآن كيف تنظرين إلى مستقبل هذه التظاهرات؟ نحن كلجنة منظمة وتعاوننا مع بقية الأخوان بالمحافظات والفرات الأوسط والجنوب نعاهد الله والوطن والشعب العراقي على الاستمرار وزيادة زخم التظاهرات لغاية إنهاء العملية السياسية بشكل كامل وتأسيس لعملية سياسية عراقية أصيلة تدار بيد أبنائها الأصلاء. لدينا من الكفاءات ومن الطاقات ما تستطيع بناء عراق يقف شامخا كبقية الأمم، ولا عودة قبل أن تدرك الثورة غايتها. شكرا لك دكتورة آلاء. أخيرا دكتور عبد القادر النايل، تأسيس لعملية سياسية أصيلة تدار من قبل أبناء العراق، هذا المعطى هل تجد أنه متوفر كأرضية موجودة في العراق الآن في ضوء هذه التوافقات الأمريكية والإيرانية؟ هل ممكن أن يتحقق طموح المتظاهرين وطموح العراقيين بأن تكون هناك عملية عراقية، عملية سياسية عراقية خالصة بعيدا عن مخلفات الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني في العراق؟ العراق يمر بمخاض عسير، وكل مخاض لا بد أن ينتج عنه ولادة، والعملية السياسية الأصيلة التي تبنى بيد الشعب العراقي قادمة، وبالتالي العراقيون كقوة بين هذه القوتين سيفرضون إرادتهم، لأن الشعوب دائما هي التي تنتصر وهي التي ستبقى، وأن الاحتلال كل احتلال سيضعف وسيزول، ونحن أمام إرهاصات دولية ليست على مستوى العراق، على مستوى العالم ربما سنشهد تطورات هائلة، وهذه التطورات حقيقة يعني لن تغادر 2020، لذلك ستبقى بين هذه القوى الموجودة والمتصارعة الأمريكية أو الإيرانية هي قوة الشعب العراقي الذي أربكت اللاعبين جميعا، وهذه القوى ستكون مؤثرة وموجودة وهي التي ستسحب العراق إليها. نعم ربما ليس كل ما يتمنى يدرك، لكن ستفرض إرادتها وستؤسس لنظام حقيقي، لأن النظام الذي ينادي به المتظاهرون هو نظام حضاري متكامل فيه حقيقة روح الديمقراطية، أن يكون هناك تداول سلمي عبر انتخابات، لكن عبر انتخابات عادلة، قانون عراقي مكتوب يتداول فيه العراقي الذي ليس ملطخا بأموال ودماء العراقيين السلطة فيه، ويتعاون العراقيون بشكل واضح لنهوض وطنهم، وهذا أصبح حقيقة قريب. لكن تعرف تماما ويعرف المشاهد الكريم أن الشهور وأن عدد من السنوات ليست هي في عمر الشعوب تساوي شيئا، لذلك القوى الشعبية هي التي ستنتصر في إيجاد هذه العملية السياسية وكل ما يجري من توافقات دولية وإقليمية على العراق. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان عبر سكايب لوجودك معنا في هذه الحلقة، ونشكرك شكرا جزيلا دكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.